الأنظار تتجه إلى الهند التي تستضيف غدا النسخة 18 من قمة مجموعة العشرين بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وغياب الرئيسين الصيني والروسي. وقد استبعد البيت الأبيض التوصل إلى توافق بشأن أزمة أوكرانيا بسبب مواقف موسكو وبكين. ومن المقرر أن تناقش أجندة القمة قضايا اقتصادية وأمنية، كما تبحث العديد من الأزمات على الساحة الدولية. وعلى هامش هذه القمة وعشيتها، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة إظهار مجموعة العشرين القيادة في مجال مواجهة تداعيات التغير المناخي. وقال غوتيريش إن أبرز التحديات التي تواجه قمة العشرين هي الصراعات التي يشهدها العالم وضرورة تحقيق السلام. هنالك جملة من التحديات تواجهها مجموعة العشرين والأمم المتحدة على حد سواء في عالم مليء بالصراعات. إن الحاجة والأولوية تكمن في تعديل العلاقات بين دول وإحلال السلام، ولا يمكن تحقيق ذلك دون تحمل كل الأطراف لمسؤوليتها. للمزيد ينضم إلينا من نيودلهي كريم ناصر، ومن واشنطن ينضم إلينا أنس الصبار. كريم، عشية انطلاق هذه القمة، كيف هي الاستعدادات؟ ما أهم الموضوعات التي ستناقش أيضا خلالها؟ نعم فضيلة، بالفعل وصل الرئيس جو بايدن منذ قليل إلى نيودلهي ولقي استقبال فيه حفاوة كبيرة. إذا يبقى فقط 6 زعماء سيأتون إلى نيودلهي ليكتمل النصاب. بعد دقائق قليلة ستحط طائرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. بعد ذلك ننتظر رئيس الوزراء الهولندي، ثم الرئيس الاندونيسي، ثم الرئيس البرازيلي، ثم الرئيس التركي، واخيرا الوفد الاسباني. فقد تعذر وصول رئيس الوزراء الاسباني بسبب اصابته بكوفيد. إذن سيكتمل النصاب، نصاب الزعماء، بعد حوالي 3 ساعات. الكل مستعد للقمة غدا. تحاول الهند التركيز على الجانب الاقتصادي للاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه القمة. لديها حجم تبادل تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي، أيضا لديها علاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات التي دعيت بدعوة خاصة. إذا هذه أيضا العلاقة الاستراتيجية مع دول الخليج، أيضا مصر ونيجيريا والاتحاد الإفريقي. إذا تحاول الهند أن تكون متواصلة، أو كما قال لي أحد الصحفيين هنا، أن تكون جسرا بين الشرق والغرب وأن تكون صوت الجنوب. غدا قمة مليئة بالفعاليات، مليئة بأيضا اللقاءات الثنائية على هامش هذه القمة. أبرز ما سيأتي على جدول هذه القمة الاقتصاد، أيضا المناخ، ومحاولة المناقشات تنحي أو تنحية النقاشات السياسية والتركيز على التجارة الدولية والنظام المالي العالمي. ننتقل كريم إلى واشنطن مع أنس الصبار. إذن الرئيس الأمريكي وصل لنيودلهي لحضور هذه القمة غدا، لكن من المستبعد أنس أن يتم التوصل إلى التوافق بشأن أوكرانيا. إلى أي مدى يؤرق هذا الأمر الإدارة الأمريكية؟ كثيرا، وهم لا يرغبون في أن يجلب هذا الموضوع إلى الطاولة كثيرا، لأنهم يرغبون أكثر في أن يبنوا جسورا مع دول يعتقدون بأن غياب الصين أو الرئيس الصيني بالأحرى عن هذه القمة سيفتح لهم الباب وتخلو لهم المنصة ليتحدثوا أكثر لبعض الدول النامية التي تستفيد عادة من القروض والمساعدات الصينية. من المتوقع أن يلتقي جو بايدن برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال الساعات القليلة المقبلة وفقا لما يقول البيت الأبيض، على الأقل قبل انطلاق القمة يقول هكذا. وبعد ذلك من المتوقع أن يقدم للحضور رسالة الولايات المتحدة، والتي تتعلق بالأساس في هذه القمة بالجانب الاقتصادي إلى جانب أجندة المناخ بطبيعة الحال. لكن واشنطن ذهابها إلى تلك القمة وفقا لما يقرأ في الإعلام الأمريكي، الهدف منه هو أن تقدم واشنطن بديلا للصين، خصوصا للدول النامية. هذا تجسد في مساهمة بمئات ملايين
ملايين الدولارات قدمتها واشنطن للبنك الدولي، وسيروج المسؤولون الأمريكيون لقادة الدول النامية بأن هذا الباب مفتوح أمامهم للاستفادة منه، بالنظر إلى أن كثير من الدول حصلت على مساعدات وقروض من الصين. إضافة إلى ذلك، يحاول الأمريكيون أن يقدموا مشاريع تربط دول المنطقة في شرق آسيا، أخرى تتعلق بمنطقة الخليج العربي والمنطقة العربية بشكل عام، وفقا لما تقول التسريبات عن خطط لبناء سكة حديد وتربط بين الهند والدول العربية، أيضا مشاريع اقتصادية أخرى. لكن بالأساس الأمريكيون لا يرغبون في إثارة الخلاف، ويعلمون بأن هذه القمة لن تصدر بيانا مشتركا جامعا، بالنظر إلى الخلافات الأساسية بين ركائزها، من بينها بطبيعة الحال روسيا والصين والولايات المتحدة. هذه القمة التي تستمر ليومين ينظر إليها جو بايدن على أنها فرصة لتحسين أدائه أمام الأمريكيين في الداخل، بأن السياسة الخارجية لهذا البلد تحسنت كثيرا عما كان عليه الحال في السابق. يطمح أيضا بأن يحسن من حياة الأمريكيين من خلال عقد اتفاقيات اقتصادية، تحسين صورة الولايات المتحدة في الخارج، وهي فرصة وهدف وضعه على رأس أجندته منذ دخوله إلى البيت الأبيض. والإدارة بشكل عام تحب المشاركة في هذه الاجتماعات الدولية، المحافل الدولية، إذا لم تكن أحد أهم الداعمين الرئيسيين لها. بالنظر إلى أن شي جين بينغ لن يحضر وفلاديمير بوتين لن يحضر، جو بايدن قرر أن يحضر ليكون هناك متواجدا، ليوصل الرسالة الأمريكية بشكل مباشر، ليلتقي مع القادة المشاركين في هذه القمة، وأيضا ليقول لكل العالم بأن بلده أفضل من الصين وتقدم مساعدات أيضا وقروض. شكرا لك أنس الصبار في واشنطن، كما أيضا أشكر كريم ناصر من نيودلهي. شكرا جزيلا لكما.